أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم في عدد جديد ومتجدد من برنامج صوفاشنك. في كل مرة نعالجوا فيه مواضيع عندها علاقة بالموضة. هذا الخطر لنا في مدينة وهران اللي حنديروا تغطية لأورون فاشن ويك، أسبوع الموضة في وهران. مصممين من مختلف الدول جونا، أمريكا، المغرب، فرنسا وحتى الجزائريين. أنا نقول لكم تبعوا معنا، راح نشوفوا هذا العرض الأزياء ونشوفوا الكواليس. يلا بينا. هذه المرة تنقلنا لولاية وهران الباهية، أين ستقام فعالية أسبوع الموضة لوهران لطبعته الثانية. تحضيرات داخل قاعة العرض كانت على قدم وساق من أجل إنجاح الحفل واستقبال الضيوف والفنانين في فندق فاندوم بوهران. On était très heureux de pouvoir participer en Fashion Week ici à Oran. Habituellement, je faisais et j'ai fait beaucoup de Fashion Week à l'étranger, aux États-Unis, Paris, Dubaï. Donc, c'était un plaisir de le faire ici à Alger et surtout à Oran. Bon, l'organisation, ça va, ça marche bien, mais le travail est difficile. Mais ça va, c'est le cas, alhamdoulilah. Faites-le bien, normalement, faites-le bien. عارضي الأزياء كانوا يحضروا في نفسهم ويعودوا في كل مرة طريقة المشي من أجل إنجاح العرض، ومعظم عارضات الأزياء كانوا من وكالة غلامور أجنسي اللي كان عندهم دور كبير في إنجاح العرض وتسهيل المهمة. بون لو رول تاعنا كان في لاكوافير، في الهير ستيليست منقولوا، في الحاجة فاشن، وكانت حاجة شابة زعما. خدمنا البارح واليوم وعدنا تاني حبة غدوة إن شاء الله. أنا هنا في أسبوع وهران للموضة، أتيت بمجموعة أطلقت عليها اسم جينيسيس، وهي أول تجربة دولية لي. الحفل بدأ مع الماركة الجزائرية ميدينا للأزياء التقليدية التونسية بلمسة جزائرية بمختلف التصاميم العصرية والقصات العديدة من أجل التعريف بالماركة والتقاليد في هذا العرض. Oui, c'est la nouvelle collection été printemps 2020. C'est des tenues traditionnelles travaillées à la main, raffinées. Voilà pour regarder les occasions. تنظيم هذا الحفل طيلة سنة كاملة من العمل من أجل نجاح العرض، والمعروف عن أسابيع الموضة في العالم على أنها تعتمد على مصممين مشهورين في هذا المجال. ماركة ميدينا اعتمدت على ألوان عديدة منها الأخضر والأحمر والألوان الفاتحة خاصة في التشكيلة المخصصة للصيف. حضور المصممة الجزائرية كيح الفضيلة في هذا الحفل من أجل عرض التشكيلة الجديدة الخاصة بها من موديلات وقصات تقليدية، مع العلم أن المصممة لها عدة مشاركات دولية باللباس التقليدي منها في أمريكا وعدة بلدان. أنا فضيلة كيحال، لابنت تاعي هي ميراج أوت كوتور. بديت جو سي اون ارتيزان كوتوريير كرياتريس، اي مون غيف سيتي دو بريزونتي لو كوستيم تراديسيونيل الجيريان كيراكو خيط الروح او زيتازوني. دونك فوالا، رحت من بعد لميامي، درت لو ديفيلي تاع ميامي بيتش افيك دي تودي تراديسيونيل الجيريان. سيتي لو غيف تاعي، جلي غاليزي الحمد لله. الحفل عبارة على أسبوع كل يوم مخصص لشيء معين له علاقة بالجمال والموضة. فاليوم الأول كان تقديم دورة تدريبية من خبيرة التجميل محترفة من تونس الشقيقة مع إعطاء شهادات النجاح. Je suis là avec Oran Fashion Week pour un masterclass. Donc là, on a fait une formation de 3 jours.
فيها tous les détails نتاع لي مكياج que ce soit pour une mariée ou les maquillages de podium. اليوم الأول شهد مشاركة مصمم أمريكي عالمي اللي اعتمد في التصاميم ديالو على اللمسة الكلاسيكية الأمريكية اللي تتميز بالألوان الجريئة والجديدة واللي خلات القصات تاعو فريدة من نوعها بين المصممين. حول العالم كانت هي أول مجموعة لي. بدأت بالبدل للرجال والنساء. كما تعلم في الولايات المتحدة الأمريكية النساء يفضلن البدل أو الأطقم، وأما الرجال فضلت الألوان الغامقة الزرقاء الخضراء وهي أكثر رواجا، لكن بالنسبة لي فضلت الوردي الأبيض والأخضر، هي متداولة لكن تعطي منظرا أنيقا. لقد أحببت العرض وآمل أن أعود في العام القادم وأعرض مجموعتي. شكرا جزيلا. وبهذه المناسبة التقينا بالمصمم المغربي ياسين مرابط، وهو المصمم الرسمي للفنان المغربي سعد المجرد اللي عنده عدة عروض أزياء قام بها في مختلف الدول. مشاهدينا الكرام، الحقنا للفقرة الثانية من برنامج سو فاشن اللي راح تكون مخصصة للضيف ديالنا في الجزائر المصمم المغربي ياسين مرابط، اللي راح نديروا معاه حوار خفيف. قل لي ياسين، واش رايك في الجزائر اولا، ومرحبا بك في الجزائر. السلام عليكم. هذا فخر كبير لي اللي جيت للجزائر. لحقاش الجزائر مدينة عندها ثقافة كبيرة وخرجوا منها فنانين كبار تبارك الله. دونك فاش كونجوريسي لانفيتاسيون دي اوران فاشن ويك جي با ايزيتي، قلت بيان سور نمشي. هذه فرصه مزيانه و سان في فريمون بليزير لو فيت كو جو سوي لا اون الجي. طيب بالك الشعب الجزائري ما يعرفش ياسين مرابط، عرف نفسك اللي يتابعوا الموضوع. ياسين مرابط 35 سنه، ديزاينر ارتيست بانتر او ميم طون كرياتور دو مود من كازابلانكا بالضبط. فوالا. طيب بيان، متشرفين. قول لي لو ستيل اللي يعتمد عليه ياسين مرابط في التصاميم ديالو وشنو هو؟ الوغ التصاميم ديالي انا سي بلوس دي كرياسيون دي زوفر. لحقاش انا ما كنتبعش الموضه على اساس باش نديرو كل سيزون واحد كوليكسيون باش نبيعها ولا شي حاجه. انايا كنمتاز بالضبط بحال قلتي، اون كرياسيون خصو يكون فيها سواء ميساج سواء كونسيبت سواء، وباش كنمتاز بالخدمه ديالي اكزاكت بالضبط كنخدم على لي تو سكي تراديسيون، يعني سواء غادي يكون ميساج سواء كنخدم على. نعطيك غير اكزومبل، بحال قلتي كنشد الزربيه المغربيه وكنردها تصميم، ولا كان مهم كنحاول شي حاجه اللي ما كيشوفهاش الناس، كيشوفها الناس حاجه بسيطه، انا كنرد منها اون كرياسيون باش كتولي صوره جميله. الخبره ربما الخبره تاع ياسين مرابط على حسب ما نعرف خلاته يدير دي فورماسيون، سي سا؟ نو، او فيت انا جو سوي ارتيست اوتو ديتاكت، دونك لا فورماسيون ديالي كانت هي الحياه والوالد ديالي الله يرحمه. الوالد ديالي كان خياط كيصوب تو سكي سيغ ميزور، دونك الوالد ديالي الله يرحمه هو اللي خلاني نحب هذا الميدان هذا، ودخلت ليه اترافيغ داك لو دون اللي عندي هو كنعرف نرسم. دونك جي ميلونجي لي دو ماتيغ او ميم طون، دونك والحمد لله راني دابا تنعطي صوره جميله في هذا الدومين. طيب بيان، لي دول تاع ياسين مرابط شكون هو؟ في الموضة لي دول تاعك؟ لي دول ديالي كيبقى هو الوالد ديالي الله يرحمه. مع العلم كاينين دي كرياتور اللي كتعجبني الخدمة ديالهم أكيد، مي كيبقى لي دول ديالي هو الوالد ديالي، لقاش هو اللي خلاني نحب هذا الدومين. علاش ما نشوفوش ياسين مرابط ياخذ من التراث الجزائري يعني شوية ويدير لها لاتوش تاعو؟ راه مزيان هذا السؤال هذا. ايفيكتيفمون راني خدام او فات خدام دابا على اون كوليكسيون ديال البربير، وراه معروفه حتى الجزائر فيها لي كابيل و انتوما عندكم لي بربير هنايا. دونك الا شفتي التصاميم ديالي غادي يقدر يكون واحد المنهج صغير ما بين التراث ديالكم داخله مع التراث ديالنا، وما كرهتش نتعمق نيت حتى في التراث الجزائري وندير شي حاجه اللي تكونوا انتوما مفتخرين بها
وتقبلوا من عندي بيان سور. ان شاء الله نشوفوا اعمال ديالك عندها علاقه بالتراث الجزائري. ياسين قل لي شكون هما المصممين الجزائريين اللي تعرفهم واللي يعجبوك الاعمال ديالهم؟ الو كنعرف ريان اطلس، هو صديق ديالي اكثر من 10 سنين و ويلا تلاقيت به غير هذه دابا واحد يومين، كنا تنتعرفوا غير مع الاسف لحقاش هو عنده عمل ديالو وعنده بلانينغ دونك انا عندي عمل وبلانينغ، دونك ما جاتناش واحد الفرصه اللي نتلاقاو، وجات دابا هذه المناسبه هذه باش ان شاء الله نتلاقينا. كنعرف اون كريتري سميتها بيلي، كنعرف سمير كرزافي، كنعرف واحد المصممه ومع الاسف نسيت السميه ديالها. المهم ناس طيبين وتبارك الله عليهم، كي تنفتخر بهم بلا كرياسيون ديالهم، اللي فريمون جينيال زعما سكيلفو، وكنهدي لهم التحيه من هذا المنبر. جيد، وحنا نتحوهم ثاني في من برنامج سو فاشن. قول لي الالوان المفضله عند سمير شكون هي وشنو هي؟ ياسين المفضله اللي عندي شوف، هما جميع الالوان كلهم مزيانين، الالوان خص تعرف غير امتى توظف ذاك اللون، وخصنا نعرف واحد القليل بان احنا اللي عايشين في افريقيا احنا اصلا كنمتازوا بلي كولور، غير من التقاليد ديالنا فيهم لي كولور، من العطريه ديالنا، من يعني خصنا اوبليجي حنايا نخدموا بلي كولور، ماشي بحال فلوروب كيخدموا بزاف بالنواري بلون وبلو غري، لحقاش هما ما عندهمش الجو زوين بحالنا حنايا، حنا ديما عندنا الشمس، ديما عندنا الخضوريه، ديما عندنا الحموريه، وهادشي كينطبق علينا حتى في الطبخ ديالنا، حتى الطبخ ديالنا كيكونوا فيه لي كولور، دونك الا كنا نعرفوا نوظفوا لي كولور غادي يكونوا حنا زعما عندنا تصاميم مزيانين. طيبين، قول لي كلمه اخيره للشعب الجزائري، ميساج حبيت تلحقوا ولي ستيليس الجزائريين اللي راهم طالعين اللي راهم جدد في الدومين. الوغ كنشكرك بزاف على هذا الانترفيو الشيق، شكرا بزاف، و سان في بليزير لو فيت كو جو سوي هنايا في وهران بالضبط، ونبغي نهدي غير المهم نبغي نهدي واحد التحيه للشعب الجزائري كامل، راه حنا كنبغيكم في القلب. وواحد الوصيه اللي بغيت نقولها لا نوفيل جينيراسيون اللي مهتمين بهذا الدومين ديال لا مود، الا عندك شي رغبه ولا شي طموح ولا شي طالون حاول تحققه، ما تصنتش الافكار البيخه ديال الناس اللي تبغي تهرسك ولا شي حاجه، راه الله سبحانه وتعالى عطانا كاملين واحد القدره واحد لو طالون، مي خصنا حنايا نكتشفوا ونقلبوا عليه ونعطيوه اهميه، و جون سوي سور سيغتان كو الى طمحتي فريمون في الفكره ديالك ولا في الطالون ديالك، واحد النهار ان شاء الله راه غادي توصل والناس غادي يكونوا مفتخرين بك ان شاء الله. في هذا العدد مشاهدينا درنا تغطيه لليوم الاول من اسبوع الموضه، نلتقي الاسبوع المقبل لتغطيه اليوم الثاني والاخير من اسبوع الموضه، كونوا في الموعد.